حارة تبتدي تصحى كان ليها موسيقى. يعني طبعا ما كانش كل بيت فيه تلفزيون وراديو زي دلوقتي. احنا كان عندنا في درب الطبلاوي جارة لينا كانت ميسورة الحال شوية، كان عندها راديو. ساعة ما ترضى عن السكان تفتح الراديو وتسمعهم حفلة أم كلثوم يوم الخميس. لو هي متخانقة مع واحدة جارة تغضب على على السكان فتحرمهم من أم كلثوم. نشرة الأخبار الساعة 2:30 بتحدد إيقاع اليوم. اللحن المميز يعني معناها إن الرجالة بدأت ترجع، فنبتدي نشم ريحة التقلية وريحة الطبيخ في الحارة، لأن كل ست بعد ما غسلت ونشرت الغسيل ووقفت تحكي مع جارتها أخبار الحارة ومين راحت ومين جت ومين زعلت مع مين ومين كذا. المهم يبتدوا كلهم ينصرفوا لإعداد الأكل والشرب للرجالة اللي راجعين الظهر. قبل الساعة 2:30 كان دايما الإذاعة دي كانت مهمة جدا، كانت مهمة في تنظيم مشاعر الناس الداخلية. يعني الصبح مثلا كان ليه أغاني، يا صباح الخير يا اللي معانا لأم كلثوم، مين يشتري الورد مني وأنا بنادي وأغني. الأغاني دي جزء من العمارة اللي احنا فيها. يعني الناس اللي عاشوا زي هنا في المكان لما بيمشوا في الدرب أنا بتتردد تاني الأغاني دي في ذهني، لأنها كانت بتحدد الساعات اللي أنا بخرج فيها، الساعات اللي أنا برجع فيها، الساعة اللي بيجي فيها الوالد، الساعة اللي بنقعد ناكل فيها مع بعض. المهم الحياة بقى والعلاقات هي نموذج مصغر للعلاقات السياسية والعلاقات اللي في العالم بين الدول. على سبيل المثال افرض أم محمد متخانقة مع محمد، فإذا أم إبراهيم كلمت أم محمد أم أحمد تزعل. يعني الود لو زاد شوية يبقى هي بتعتبر ده عمل عدائي موجه ضدها. فبص تلاقي فيه تحزبات في الحارة. ممكن يحصل نوع من المشاكل، مثلا واحدة تنشر غسيل فالمية تخر على اللي تحت فيحصل الأول عتاب. العتاب ممكن يتطور إلى مشاجرة. المشاجرة دي ساعات لها مستويات بقى. فكان بيحصل خناقة ويبتدي ما بين بعض يعني الستات الشعبيين، أو يعني كان في ستات أصلهم ريفي كانوا خجولين ما يعرفوش يتخانقوا، وكان في ستات مشهورين بنقول عليهم ستات شلل، يعني لسانهم حاد شوية، يبتدي الردح. فن الردح ده لم يدرس يعني لم يدرس في مصر. يعني اللي درسه واللي أشار ليه واللي سجل بعض نصوص الردح الدكتور علي الراعي الله يرحمه في كتابه الكوميديا المرتجلة، ده كان ليه وزن زي الشعر. يعني طبعا أنا مش عايز أمثل الحركات اللي كانت بتحصل، لكن اللي يتفرج على الأفلام المصرية القديمة هيشوف فيها جزء ده. وكان ليه، لكن كان في بقى ستات بيتأجروا للردح. يعني كان مشهورين جدا في منطقة هنا في حارة هنا، طبعا في احنا نسمع عن حوش بردق وبعض الحواري الصغيرة هنا، انا مش عايز اذكرها لان فيها ناس محترمين عايشين دلوقتي وكده، انما كانوا مشهورين ان الستات دول بيتأجروا للردح. لما تكون ست مش قادرة تتخانق تجيبهم مثلا بغدوة او بفلوس عشان يهاجموا الست التانية. هنا بنتذكر المرتزقة اللي في العلاقات بين الدول. الغريب ان ابن اياس في تاريخه بدائع الظهور في وقائع الدهور بيذكر انه كان فيه ستات يؤجرن للندب، ودي ظاهره مصريه قديمه جدا نقدر نشوفها في مقابر الفراعنه في البر الغربي في الاقصر. واشهر ندبات في العالم موجودين في مقبرة راموزة وزير إخناتون في البر الغربي، دي مقبرة جميلة جدا، وهم بيندبوا على المتوفي اللي رايح العالم الآخر. لكن إلى جانب الندبات دول، وأنا أذكر هنا كان في ستات لما يعني يمشوا في الجنازات ويجوا يصوتوا بحرقة ويعيطوا كمان وكأن الميت ده بيخصهم، ويصبغوا وشهم بالنيله
النيله دي اللي هي الزرقاء، الصبغه الزرقاء دي كانت علامه الحزن الشديد جدا عند المصريين. لكن اغرب شيء ان بيذكره ابن اياس ان كان فيه ردح بالطارات، يعني ردح بالموسيقى، يعني يجوا الستات وشايلين طارات وكذا يا كذا يا كذا. ده كان شكل يعني. المهم انا عايز اقول ان الحاره هي كانت ملخص تام للحياه الانسانيه. العالم هي اللي اختلفت، العالم هي اللي اتغيرت. العالم بتاع زمان كانت الجمالية، كان زمان عندها لمؤاخذة يعني إخلاص وناس طيبين. القهوة كانت بتلعب دور مهم جدا في إيه بقى؟ تواصل الناس مع بعض، وفي نفس الوقت برضو لما واحدة يبقى عندها بنت جميلة كده فتقول لها انزلي تمشي كده لسيدنا الحسين فتلبس. طبعا الملاية اللف اللي هي اختفت دلوقتي دي، أنا رأيي الشخصي ده أجمل زي كان يبرز الأنوثة. كان فيه الملاية اللف واليشمك، فتنزل البنت فتيجي قدام القهوة تمشي على مهلها قوي، وطبعا تمشي ماشية عايزة تلفت النظر. فلما ترجع البيت أول سؤال أمها تسأله لها تقول لها يا بنتي ما حدش خد باله منك، يعني ما لاحظتيش كده؟ عملية العرض دي عملية متفق عليها كده بدون شيء مكتوب.